طيب فيصل، كذلك نتحدث الآن عن نقل بوتفليقة إلى سويسرا عوض فرنسا، ما سبب يعني توجهه إلى سويسرا بدل فرنسا؟ هل له علاقة يعني بالأزمة التي أعقبت يعني زيارة مانويل فالس إلى الجزائر؟ يبدو هذا، نعم يبدو هذا. حتى مثلا جريدة الخبر اليوم تقول ان الرئاسة تبعد بوتفليقة عن فرنسا، لان هناك ازمة تقريبا حقيقية، لا اقول ازمة دبلوماسية ولكن ازمة حقيقية، لان كل احزاب الموالاة و يعني انتقدت بشدة نقل او نشر الرئيس الفرنسي مانويل فالس لصورة رئيس بوتفليقة، وحتى تناول جريدة الموند لموضوع بنما بيبرز عندما نشرت صورة رئيس بوتفليقة رغم انه لم يرد اسمه في هذه الفضيحة. ويبدو ان التحول نحو فرنسا، نحو سويسرا في جنيف، يعني يعطي ربما رسالة لفرنسا أن الجزائر هناك غضب كبير حول هذا الموضوع، لأن موضوع رئيس بوتفليقة لا زال محاط ببعض الهالة من يعني الذي من التقديس بعض الشيء من قبل المقربين من الرئيس، لأنهم يقولون أن هناك مس بشخص الرئيس بوتفليقة، ورسالة الرئاسة ربما هي واضحة لأن الانتقادات لا زالت متواصلة نحو فرنسا بهذا بسبب نشر الصورة.